السلام عليكم اخوتي، تحياتي لكم في كل قارة العالم. اليوم رانا في الحي الجامعي لسنغافورة بالمقربة من الجامعة الوطنية السنغافورية. كما تعرفوا سنغافورة بلاد، كما يقولوا مدينة بحجم دولة. اليوم مع الاخ عبد الحق، يعني طالب هنا وباحث ان شاء الله، راح نديروا معها هذا الحوار. السلام عليكم عمي صالح، واش راكم؟ لاباس خويا، شرف عظيم لقيناك هنا مرة ثانية. شرفتونا، تمنوا ثالثة ورابعة ان شاء الله. عمي صالح شرفتونا بالحضور هنايا في سنغافورة. يعني انت تعرفت بيا عبد الحق، باحث في الجامعة الوطنية السنغافورية بالإنجليزية National University of Singapore. لأننا راح نعطي الآن نبذة صغيرة على الـ NUS أو National University of Singapore، يعني كيف تأسست وشكون يأسسها. الجامعة الوطنية السنغافورية تأسست في 1905، ولكن كان اسمها Medical School. شكون ينشئوها؟ الإنجليز، لأن ماليزيا أنتم كتعرفوا هذه البارس نتاعها كانت محتلة من طرف الإنجليز. نشأوا هذه الجامعة، ومن ثم مهاتير بدل لها الاسم بعد استقلال ماليزيا إلى University of Malaya في 1948. University of Malaya، الناس اللي راهي تقرأ في ماليزيا، كاينة جامعة في KL، جو بونس في KL، واسمها University of Malaya. من بعد هذه في 49 بدلوا لها الاسم. من بعد كي استقلت سنغافورة 65، في 65 بدلوا لها الاسم الى National University of Singapore، الجامعة الوطنية السنغافورية. كما راكم تشوفوا هنايا، هذا السنترال، هذا السنتر اوف انجلش لانجويج كوميونيكيشن. هذا للناس اللي باسكو هنا جينيرالمون لي جون اللي يجيو هنايا ما يهضروش مليح الانجليزيه، يعاودوا يطوروهم لازم يدخلوا في هذا السنتر. يعني وفيه ليفلز، اوكي عم صالح، كاين البيزك انترميديت وكاين البروفيشنال. يعني كيف يعني يعملوا لك الميزانيف، وهذا يدير اكزام كيما التوفل والايلتس والايسول كيدو فوالا. ومن بعد هما يشوفوا الكلاس نتاعك، اسك راك بيزك ولا انترميديت ولا بروفيشنال ادفانسد، والله ما تعجبوش كاع، يعني راك كيما نقولوا فلينت في الانجليش. والله هذا عموما من اللي يعجبوه الدول اللي ما هي ناطقه باللغات الاخرى غير الانجليزيه. مثلا احنا عندنا الجزائر، والله مثلا شمال افريقيا، شمال افريقيا يهضروا باللغه الفرنسيه، نعم، حتى والهند، ويعملوا لهم التيست. الاخ عبد الحق هنا كيما راني نشوف، كما هذه خريطة الناشيونال يونيفرسيتي في سنغافورة. سنغافورة، اوكي عمي صالح، احنا يا رانا في البارت هذية، احنا رانا هنا، اوكي عمي صالح، هاي السنترال لايبروري اللي هي هذه المكتبة المركزية، المكتبة المركزية، وقدامها تشاينيز لايبروري، وهنا عندك الاي اس، هذه تشاينيز، هذه بالنسبة لنا تقريبا بالصينية. هنا تلقى فقط الكتب بالصينية، يعني حتى تلقى انه اوروبيين يجوا من اغرق الجامعات باش اللي يدرسوا الارتس والسوشيال ساينس، واللي يدرسوا اللانجويج اللي هي الماندرين تاع الصينيين يجيوا لهنايا، في كتب كل شيء متوفر. عندك هنا يا عمي صالح، هذا هو انا لانه من سكول اوف كومبيوتينج، لانه تخصصي انفورميشن تكنولوجي كمبيوتر ساينس. عموما نعطي لبذة صغيرة عليها. School of Computing تأسست في 1998 وتتكون من 2 ديبارتمنت، يعني زوج فروع، اللي هي الكمبيوتر ساينس، والفرع الثاني الانفورميشن سيستم. انا من الكمبيوتر ساينس CS not IS. الIS هو كيما نقولوا مجال ما بين الكمبيوتر ساينس والبيزنس. هذه يعني شكرا على المعلومة. هنا يا كيما راكم تشوفوا هنا، هذا اسمه التكنو اج اللي هو كانتين تاع ماكله، وهذا كيما نقولوا الكانتين هذا يا مدعم من طرف الجامعه. مثلا وجبه الاكل هنا انت اللي تروح تشتري اللي حبيت، تشاينيز فود، جابانيز فود، اللي حبيت انت يا وسترن فود، انما مدعم. مثلا الوجبه اذا قامت هنا $3 بالراحه تلقى $6 ولا $7. يعني هذه ما شاء الله، يعني الجامعة فكرني بجامعة المركزية، نحيي شبابنا في الجامعة مع الأسف. نشفى عليك كون نشريو لي بيا دوك تاع 100 فرنك زورق، ويدخل واحد ماشي من الجامعة ياكل بهم. يا عمي صالح، يعني ربي باقي يستر، ربي باقي يستر. وحتى يعني الطبخ في الجامعة الجزائرية للأسف هي والله السوليسيون هي أنهم أنه يمدوا
بورس عاليه للطلبه والطالب يخير واش ياكل. بارك الله فيك. هذه هي هذا هو الحل. واش هنا في سنغافوره قطعك انك في بعض الاحيان تجد محلات اكل داخله في الاماكن مثل المستشفى تلقى قاعة أكل لمختلف الأكلات. في المستشفى كان واحد الشركة يسموها كوبيتيام. كوبيتيام هذه متخصة مثلاً في المولز والمستشفيات. تلقى أنواع الأكلات بكل يعني أنواعها. والشيء الممتاز هنا في سنغافورة هو الحلال فود. تلقى اللافتة مكتوبة. اللافتة بالأخضر. بالأخضر ومكتوبة فيها حلال. حتى الصحون بالأخضر. والصحون بالأخضر. يعني. واللون حلال فود بالأحمر. نعم. ثاني نعطي واحد المعلومة صغيرة برك على ثاني على هذه داخلة في العادات والتقاليد الصينية أو السنغافورية. لما تروح مثلا المكان كيفاه يحجزوه هما بتيشو ورقة. إذا لقيت ورقة برك فوق الطاولة عرف اللي محجوز ورقة برك يعني التيشو هذه بمنديل ورق. عمي الصالح هذه اللي راك تشوف فيها كل School of Engineering or Faculty of Engineering. هذو دي لابوراتوار تاع الانجينيرينغ. فور اكزامبل هنا كاين ماسترز ريسورس سنترز. هنا وين تلقى مثلا الريسورسز اللي يحتاجوهم الطلبه من كمبيوتر ومن اجهزه اللي تساعدهم في دراستهم. فهمني عم صالح. نعم. حتى انه داخل الجامعه عندنا الماكدونالدز. والشيء اللي كنا نهضروا عليه. يعني يوفروا لك كل شيء. هنا لازم غير تدرس. كل شيء متوفر امامك. مثلا الإقامة الجامعية قريبة للابات. أنا مثلا الإقامة الجامعية 10 دقائق مشي على الأقدام وإقامة ما شاء الله يعني. لا فوضى لا يحزنون الهدوء والسكينة. شوف هنا الطلبة ما شاء الله إذا بدك يعني أي طالب تحب نتكلم معاه الآن شوف الناس شوف طالبك في الدرس وقت تشوفهم حتى هنايا الدراسة الجامعة هذه كذلك يعني لازم نقولها الجامعة هنا ما تقفلش الجامعة هنا عمي صالح ما تقفلش 24 ساعة على 24 ساعة في حراسة في كاميرات طبعا كلش كاميرات وما كانش وول ما كانش حائط يعني ما كانش حائط سما ماشي الناس يهربوا كما في البلاد يصوتوا عملي كولات هذه يا عمي الصالة عموما سألك سؤال أخي الحق نقاطعك يعني بصفتك يعني بين الفرق بين الدراسة بالفرنكوفونية واللغة الإنجليزية هنا مثلا نقول لغة العالم هي اللغة الإنجليزية لأنك إذا لقيت واحد صيني ولا لقيت واحد هندي ولا يعني anyone تتكلم معه بالإنجليزية هي لغة العالم ولغة البحث العلمي حتى الفرنسيين الآن وش رام يعملوا يدرسوا في الإنجليزية ورام الآن في ديبيت كبيرة يعني في مناقشات كبيرة أنهم لازم يبدأوها يعني من الصغر يعني من سن صغير الإنجليزية لأنه هي لغة العالم حتى أن الجينيريشن الجديدة اللي عايشين في فرنسا يتكلموا الإنجليزية جيدا مثل دول أخرى مثل السويد أو ألمانيا لما يتكلموا بالإنجليزية يعني لأنهم متعودين عليها ويدرسوها من الصغر الآن حتى فرنسا بدأت تتركز على الإنجليزية وكل الريسورسز المتوفرة بالفرنسية أصلا هي ترانسليشن يعني كما نقول اللغة الإنجليزية للإنجليزية والبحوث كذلك أكبر من اللغة الفرنسية لا مستحيل ما فيش بحوث باللغة الفرنسية إلا إذا تلقاها في السوشيال ساينس مثلا في الكمبيوتر ساينس كل شيء إنجليزي مترجم من راح يقرأ البحث نتاعك إذا كتبته بالفرنسية أو كتبته بلغة أخرى لازم تكتبه بالإنجليزية اللي إحنا نسميهم جورنالز كونفرنسز بوكس لازم تعملهم بالإنجليزية عمي صالح يعني باش تديرهم في الفرنسية الفرنسية إحنا نقولوا لغة ميتة يعني عموما لغة ميتة وأي دولة لغة محلية بالنسبة أي دولة أي دولة معتمدة الإنجليزية شوف التطور تاعها هذا عمي الصالح هذا عيطوا له هذا انفورميشن تكنولوجي انفورميشن تكنولوجي أور كمبيوتر سنتر هنا إيماناجي والجامعة الإنترنت الواي فاي نتاعها سكيورتي لايسنس نتاع السوفتويرز فهمني هنا المانجمنت هنا حتى الكاميرات مثلا السيرفيانس هنا ثاني كلش سي سي تي في سي سي تي في عمي صالح هذه المنطقة عيطوا لها السنترال لايبراري اللي هي المكتبة المركزية مثل في الجزائر في كل جامعة في مكتبة مركزية وين تلقى ريسورسز ولكن الفرق الداخل يعني وش يوجد داخل السنترال لايبراري يعني هذا هو الفرق الموجود تقدر تقولنا وش يوجد اخويا عبد الحق شو كل الريسورسز اللي يحتاجها الطالب هنا ما يخليكش تخمم انه كتاب ناقص و ما يخليكش تخمم يوفر لك كل شيء يعني كل الريسورسز اللي يحتاجها الطالب متوفر هنا في المكتبة المركزية ربما حتى تراجم كل شيء كل شيء كل مترجم الإنجليزي كل شيء كل شيء متوفر كل شيء متوفر طبعا الزبرا كروسين كما بريطانيا احترم تحترم
انت تعرف سنغافوره انه بلد القوانين والممنوعات. هذه يربوك 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 هدرنا عليهم. انا بالنسبه لي انا الان يعني انا حاب نوصل الرساله للطلبه الجزائريين انهم الان خلاص يفتحوا عينيهم على بلدان اخرى. في المناسبه اخويا عبد الحق جات فرصه بنور المشاهدين البريد صندوق البريد في سنغافوره. هذا صندوق البريد شوف خوتنا يعني كلش منظم هنا داخل سنغافوره للدول الاخرى. لا هنا 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 البريد يلحقك ماكسيموم ماكسيموم ويذن وان ويك. هنا في بريطانيا كاين فيرست كلاس سيكند كلاس. على حسب واش تسلك. مرمومو على حسب فيرست كلاس يلحقك نيكست داي. وفي السيكند كلاس عندك فيرست كلاس كيما دي اتش ال ولا هذه عاد ترميم وقيلا هنا راهم يعاودوا في الترميم نتاع المكتبه. مش المكتبه هنا الاغراض اللي يشتروها الطلبه السيالات راح يعملوها ماتش مور سوفيستيكيتد. عندك هذه اللي راك تشوف فيها يعيطوا لها الاي اكس ذيس وان اي اس 7 اي اس 7 هذه نيو بيلدينغ فتحت فقط السنه دي اللي عيطوا لها ايجيا باسيفيك ريسيرش. هذه كل اسيا يعني هنا المكاتب مثلا اليابان كوريا الامارات قطر عندهم هنا مكاتب داخلين فيهم ثاني قطريين. عندهم بحوث عندهم بحوث مثلا عندهم جامعه قطر جامعه معروفه وعندهم كيو ار سي ريسيرش لاب معروف عالميا يعني قطر ما شاء الله في البحث العلمي لانه كل بروفيسور جاي من جامعه كبرى. نعم بالمناسبه هذه الالات اذا كان هذه نوريها هذه كاينه في اوروبا هذه في اوروبا كاينه. خليني يا عمي صالح برك حابين نوصل رساله. المشكله احنا في الجزائر رحت للجامعه من الجامعات الجزائريه قرعه ما باش نشريها عمي صالح مشيت 45 دقيقه لازم تخرج المحل او 45 دقيقه والله ولا بالك شفت احنا الجامعات نتاعهم كما يقولوا احنا باللغه نتاعنا حطوها في البيلك حطها دخل بها دراهم. شوف صح شوف هنا تلقى كل شيء تلقى كل شيء حتى الكاكاو شوف المكسرات شوف شوف دير دراهم هنايا إيه شوف هذا شوف شوف اخي شوف حتى اليو اس بيز سبحان الله يا اخوي عبد الحق واش تعليقك على والله يا عمي الصالح كما يقول لك هذو امور بسيطه جدا أمور بسيطة جدا أنك يعني أجهزة مثل ذي يعني ما تكلف ولا شيء يعني. وتنافس الشركات في التجارة. تنافس الشركات في التجارة أروح ترى نجربوا عمي صالح واش عجبنا الماء نشرب الماء. تشرب الماء أوكي نشرب. خلي عندي صرف خلي. لا 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 بلا كارت بلا كارت. هيا أنت على الطلبة يا خويا تيديو. واش نمبر 27 28 عمي صالح هذه راهم بكا جو بونس أندر مينتنس بيكوز أوف ذيس وان هكذا بهذه حبسوهم لنا أوكي. عندك حتى الصور هنا. كلش مغلق اوكي نوضحوا للناس خوتنا بسبب الاشغال طفاو الالات مي في الليل يعاودوا يشعلوها مؤقتا برك او مش كيما الجزائر او كلش يخدم هنا. هنا مثلا عمي صالح مثلا تروح تعمل ريجستريشن يطلبوا منك صور لازم تروح لبرا تجيب لا عطيو الماشين دير الصوره نتاعك الساندويتشات فريش ساندويتشز انا حاب نوجه رساله عن الطلبه الجزائريين عندهم الحاجه الاولى اللي لازم يبداو ويحسنوا فيها هي الانجليزيه ويعقبوا الانترناشونال اكزامز اللي هي كما تكلمنا الايلتس والتوفل ومن ثم يبداو يقدموا على الجامعات خلاص ما نبقاوش احنا نقدموا فقط مثلا الفرنسا خلاص الان الجامعات الاسيويه مثلا الجامعه السنغافوريه الوطنيه اللي رانا فيها الان هي الجامعه الاولى في اسيا وحسب الكيو اس رانكينج في العالم 11 يعني لما تجي هنايا لما تخرج يعني الدبلوم نتاعك منا كل المطلوب في كل العالم. وجدت يعني بالمناسبه اخي عبد الحق نقاطعك وجدت فرنسيين يدرسان التكنولوجيا في سنغافوره. في مش الفرنسيين هنا على بالك كم الكوميونتي تاعهم 30000 يعني 30000 يعني ما بين الطلبه والناس اللي تشتغل نروح من هنا. هذه هنا عمي صالح تقدر تصورها هنا الطلبه يتعبوا مثلا من الدراسه ولا شوف يجلسوا شوف يجلسوا هنايا شوف يا اخي شوف يعيط يشربوا قهوي الطين ما كاش شوف احنا يبداو المشكله الطين انظف بلاد في العالم عمي صالح سبحان الله يا اخوي شوف هاك شوف صباط ابيض والله من والله ما نمسحوه لاحظت باللي فيها
أساتذة من عدة دول أوروبية. هنا شوف عمي صالح، هنا باش يعني تدرس هنا في الجامعة السنغافورية مثلا تتعين كأسيستنت بروفيسور، لازم يكون السي في تاعك ثقيل كثير، مش سهل، لازم يكون ثقيل والجزء على عدة مراحل ولجان كذلك. بكل تأكيد مراحل. كيف يعني الناس تبدأ تشتغل؟ تحط السي في تاعك، يعيطوا لك السيمينارز، 3 سيمينارز تبدا ديرهم، وفي كل سيمينار يحضروا 3 بروفيسورز باش يقيموك، يقيموا سكيلز تاعك في الانجليش، يقيموا الكواليتي نتاعك، السلوك تاعك، السلوك نتاع كل شيء. المهم 3 سيمينارز، اتش سيمينار فيه 3 بروفيسورز، وفيه امون 3 بروفيسورز تلقى اثنين مثلا من الادمنستريشن يشوفوا كيف هذا طريقه العرض نتاعو، لانه بعد لانه راح يدرس طلبه، وهنا انت عارف جامعة عالي الرينكتينج تاعها لازم يجيبوا إلا الناس اللي يكونوا ما شاء الله عندهم مستوى علمي كبير جدا يعني باش يوليوا هنا كبروفيسورز يعني. بعد في المرحلة الثانية لمدة سنة يعملوا لهم regular evaluation، إذا ما حققش واحد التارجت اللي هو الهدف يقولوا له روح تروح هكذا. ما يعاودش السنة والو. لا 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 ما يعاودش السنة، شو جامعة أخرى خلاص يقبلوه جامعة أخرى. لأنه الستودنتس كذلك راح كل سمستر راح يبعثوا ريبورتس، يعني تقريب. هل هذا البروفيسور يعني راضي على يلحق لهم المعلومة أو لا؟ إذا كان كومبلينز كثير من الستودنتس وكان الكواليتي نتاعو في البحث العلمي مش بالصورة، يقولوا له يعني ممكن تشوف مكان آخر. نعود نرجع لقضية الخوتنا الجزائريين أو الطلبة العرب اللي رامي راح يشاهدوا الفيديو هذا. يعني يا أخي عبد الحق، يعني نصيحتك لهذا الناس يحبوا يدرسوا في سنغافورة مثال. أوكي. عمي صالح شوف، سنغافورة يعني باش نكون صريح، سنغافورة إذا كان عندك نفس سيستم تاع إنجلترا، يعني إذا كان عندك دراهم تقدر تجي تقرأ هنا، تقدر تجي تقرا هنا. هذه نحكي بالنسبه للطلبه تاع الماسترز اور الاندر جرادويت اللي هما ليسونس في الجزائر. هنا تقدر نقولوا في السيمستر تدفع تقريبا 12000 دولار ل 15000 دولار حسب الديبارتمنت في السنه. في السيمستر في السيمستر مثل السداسي. في السداسي مثل انجلترا. السداسي في 3 اشهر ولا شحال؟ 4 اشهر 5 اشهر، من 4 ل 5 اشهر. السيمستر 1 في 4 اشهر، السيمستر 2 في 5 اشهر. ولكن مثلي انا جاي سكولارشيب من الحكومه السنغافوريه. تقدر تعرف الناس المشاهدين على سكولارشيب؟ نعرفها لكن من بين نسمعهم عند الاخ عبد الحق. السكولارشيب كما نقولوا هنا في سنغافوره كباقي دول العالم، تروح مثلا لجوجل تكتب مثلا سنغافور سكولارشيب، في عده يعني انواع تاع سكولارشيب. مثلا السكولارشيب نتاعي واسمها سينغا سكولارشيب، هذه اي طالب جزائري يروح يبحث في جوجل سينغا سكولارشيب يشوف ثم الريكوايرمنتس ويقدم الطالب نتاعو، بكل من بين الطالب فيه السي في نتاعو، فيه الريكومنديشن ليترز من البروفيسورز نتاعو، فيه الموتيفيشن ليتر، فيه الديجري نتاعو، فيه الجاب نتاعو. الجاب هنا في الجزائر كيما نقولوا في امريكا اللي عيطوا له الجي ار بي او الجي ار اي، هذا كذلك هنا ريكوايرد، يعني لازم يعقبوا واحد المواد يمتحنوا فيهم، ولازم يجيبوا 3.5 out of 5 والا ما يقبلولوش الابليكيشن نتاعو. والحاجه كذلك المهمه التوفل او الايلتس. التوفل كمان مقبول ثاني، التوفل اي بي تي انترنت بيزد لازم يكون بالنسبه للبي اتش دي، لازم يعني اللي يقدموا على الدراسات العليا تاع الدكتوراه لازم يكون اكثر من 90 والا مش مقبول. الايلتس عموما من 6 ل 7 مقبول، يعني هي يعني يكون يجيب 7 8 راح يعفيوه من الانجليش كورسز اللي كنا في المركز. والا لازم يروح يعقب الاكزام يشوفوا الليفل نتاعهم بعد يحطوه في الكلاس تبع. شكرا اخي عبد الحق. دقيقه، بما ان الفيديو عفوي والاسئله، والله دائما الاسئله تاعي ما نحضرهاش، لكن شفت دائما الفيديو العفوي يكون مليح. صح. هنا رانا في سنغافوره، الجو تاعها كما تعرف استوائي تروبيكال، الشيء اللي هنا الامطار تمطر والحراره حراره. صح. شوف واش رايك في المنظر هذا، يا ريت احنا في الجزائر كاين هذا المنظر. شوف. شوف عمي صالح، هنا على بالك الامطار شفتها كي تصب
نعم تصب بقوة هنا كل أمطار الجامعة بعد تصب هنا وتشوف عادي تمشي عادي ها تروح لل وين تروح عمي الصالح هذه فور سيفينغ أو ما تروحش هذه تروح للبلاصة راه كاين ريزيرفوار لتحت يجمعوا فيه الماء الريزيرفوار المنطقة هذه كل اللي يسميوها كانتريتش إيريا يشربوا منه عادي كما أكرمك الله القمامة كما القمامة حكينا على الجزيرة هذيك أنا بيني وبينك كنت رايح لها لكن قالوا لي تنتظر ثلاث أسابيع حتى يردوا لي وأنا مسافر عمي الصالح هذه جزيرة القمامة عيطولها تراش آيلاند هذه عمي الصالح أنت كي تسمع هذا الاسم أنت تروح تقول تروح زوبيا كبيرة كما كانت عندنا واتسمار بكري حيا كرمك الله إيه والله كيما قلت أنت في الفيديو غير كيما ميامي بيتش أو أفضل من حيث النظافة والنقاوة لأنه يحرقوا هذه الزبالة واللي تحتاج الرسكلة يأخذوها الكهرباء للكهرباء والطاقة الإيجابية كيما نقولوا لي يقرأوا فيزيكس هم يفهموا في المواضيع هذه الطاقات المتجددة الطاقات المتجددة اللي يراها الآن في العالم هي البديل للبترول والغاز ومن ثم هذاك الغبار يحطوه للزراعة تروح تشوف ثم تلقى كل أنواع الورود على اللي حبي يبحث خاوتنا في جوجل راي موجودة وشوف فيديو هاوك هاني أرسل لك واحد الفيديو شفته انت واحد الأخ هذاك معروف عالميا يدير يعرف على بلدان في العالم تمنيت أروح لها لكن قالك الوقت ما يكفيش ثلاثة أسابيع لازم عبك تبعث لهم تراسلهم باش المرة الجاية المرة الجاية نصور لكم فيديو من الجزيرة هذه والشيء الغريب بعد ذلك أنها فيها أزهار فيها أزهار كل الحياة والناس كل شيء تعتبر أنظف مكان في سنغافورة هذه سبحان الله يعني نقول إيه لا عم بالصالح ناس تشتغل هربوا بزاف أنا زمان كنت نسميه كوكب اليابان صح والله الآن راح نسميه كوكب سنغافورة صح علاش لأنك تجد الأمن هنا يا أخي عبد الحق شوف الامان هي مسالمه السكان السكان مسالمين جدا زوج حوايج يعني في اذا توفرت في بلد والله ثلاث حوايج عندك الامان والامن حريتك الشخصيه واحد ما كل واحد حر انما مع احترام الغير تحترم طبعا والصحه والتعليم والنقل هذاك حدث ولا حرج يعني النقل ما شاء الله النقل حاجة يعني very sophisticated هنا يا كارت لأنه يعني بلاد صغيرة under control وسيارات هنا غالية كثير ثمنها يعني مستحيل تقدر تشتري لازم تكون يعني غالية كثير السيارة اللي عنده فيها اللايسنس ربما تلاقيت مع أخ جزائري خونا سعيد سعيد نحيوه بالمناسبة تكلمته في الموضوع هذا يا أصلا هو يتجر في السيارات ما شاء الله هو يعرف القوانين يعني أنا على كل حال كاين ناس نعرفها وكاين ناس ما نعرفهاش يعني أنا اللي نعرفهم اللي تلاقيناهم المرة اللي فاتت عمي الصالح هذوكم المجموعة نتاعنا هنا عمي الصالح راك في سكول اوف كومبيوتينغ مكتوبة كوم 1 هذه لافتة صغيرة كومبيوتينغ اللي هي تاع الإعلام الآلي 1 أند هذه تابعة لسكول اوف كومبيوتينغ مثلا تروح للبزنس سكول يسموها بيز 1 أند بيز 2 والله بيز 3 حسب الفروع اللي فيها هنا هذا هو عمي الصالح للطلبة اللي مثلا اللي يمارسوا الرياضة ولا يحطوا أدوات المدرسية نتاعهم وتعمل القفل عادي ها شوف ها خوتنا ها شوف بالقفل تفتح أول الأشخاص هنا عادي هنا الأمان هنا واحد ما يدي حوايج أخرين مستحيل هذا هنا رانا في البيزمنت نتاع الكوموان أنا في البيزمنت هنا تاع الكليماتيزر كملوا ومن بعد يعملوا الأبليكيشن نتاعهم ومن بعد عندهم رايتن اكزام لازم كذلك يجوزوه لانه كومبيتيشن عاليه راح يكون في كومبيتيشن عالي ومن ثم عندهم الاورال اكزام اللي راح يكون سواء سكايب مع بروفيسورز او يجيبوه يدفعوا له التذكره حضور يجيبوه لهنا يعملوا معاه انترفيو ليت سي هالف ان اور ولا 1 اور حسب الطالب وحسب البرنامج اللي عاملينه ومن ثم عمي صالح يقيموا المستوى تاعه هنا عمي صالح روح لكم هنا مثلا هنا الطلبه نتاع الاندر جراد راح تشوف هنا عندهم تيبلز هنا مثلا طالب يجي من مكان اخر مثلا من بزنس سكول ما يقدرش يدخل لهون لازم بالبطاقة تاع School of Computing يعني لأنه كل لابس وكل منطقة
يبرمجوا الكارت سمارت دور كارت سمارت دور كارت على حساب ال مثلا تشوف كما راكم تشوفون اوكي عم الصالح اوكي هاك الفضل هنا على الصالح هنا الطلبه راهم يدرسوا وهنا كاين موجود كما نقولوا لابات للتدريس ولابات نتاع البحث العلمي مثلا هذا اللاب تاع بحث علمي اللي تسميه embedded systems systems and networking انا تخصصي في systems and networking مش اللاب تاعي اللاب تاعي مش هنا اللاب تاعي في جهه اخرى يعني يديروا سيكيورتي سيسكو كمان سكول لا هما يشتغلوا في عده ايريا في النتوركينج مثلا في الروتينج في السكيورتي في عده في الوايرلس سيستم نتوركينج هذيك في الوايرلس نتوركس في الامبيدد سيستمز مثلا دوك راح اوري لك واحد التيست باد عاملينه هنايا هاك تشوف فيه هذاك السنسور هاو سنسور صغير شفته هذا يسميوهم عاملين هنا اي او تي سيستم انترنت اوف ثينك سيستم كاملين عم صالح هنا تلقى كيما نقولوا هذا السنسور talks to other sensors هاك تلقاهم deployed in all the universe in all now لا تاع البحث العلمي تاع سكول كومبيوتينغ فقط هذا كيما نقولوا تيست بعد باش الطلبه يعملوا اكسس هنا ويعملوا تيست للالجوريثم تاعهم من حيث السكيورتي من حيث الروتينج هذا الكترونيك كوميرس اي كوميرس اند داتابيزز لاب هنا كله لابات يعني كله لابات انت عارف الكمبيوتر هذو كلهم تابعين للكمبيوتر ساينس مش الانفورميشن سيستم هذو كمبيوتر ساينس عندك عده ايريا عندك الجوريثمز اند سيستمز عندك ميديا لابس عندك مثلا اي اي لابس مثلا هذا اي اي لاب عندك عده ايريا عندك نتوركينج عندك ديستريبيوتد سيستمز مثلا هذا على نفس اللاب انما داتابيس دابين يعني هذا داتابيس بيورلي داتابيس 1 ها الطلبه تاع الدكتوره الداخل هذا داتابيس 2 يعني هذا هو عم صالح يا اخويا سبحان الله راك تقول هي هذه يعني صالح والنظافه انا شفت النظافه يا خويا ما شاء الله راك تشوف على شراك تمشي على طابي نفس الشيء امبيدد سيستمز يعني هنا صالح السنسر هاوليك ها شوف هذا هما السنسرز اللي رانا عاملين هذا المهمه تاع السنسر واش يقدر يدير هذا لا هذا السنسر انا قلت لك تاع بحث علمي تاع البحث برك فقط يعني الطلبه هما اللي عندهم الاكسس ليه الطلبه تاع الدكتوره ليس كل الطلبه يعملوا تيست للالجوريثمز نتاعهم اسمه يجربوه عندك هذه ثاني مثلا عندك الميتينغ روم مثل هكذا هنا وين الطلبه نتلاقاو مثلا يتكلموا في بروجيكتس ويتكلموا في بحث ولا بحث امورات البحث والله في امورات هنايا ورانا اخويا الحق هنا صالح راك ما تقولش في الرياضه هنا خرجنا في الكانتين الكانتين اخر تاع البزنس ماشي واحد اخر لا واحد اخر هذايا لا كل سكول كل ديبارتمنت عندها تو كانتينز يعني ما شاء الله هنايا يعني خليه في طلبه تاعهم هذا الكوم 1 اللي كنا فيه وهذا اللي منا كوم 2 كومبيوتينغ 2 وهذا الكانتين اللي هاي هنا ال School of Computing Anyways هاي الأشياء صاش ياد شكاير دايرين معلاش دايرين شكاير هذو هنايا هذو عمي صالح دايرين كبيشور كيما يقولوا هذو عمي معطف هذا معطف للأمطار كي تكون تمطر تكون أمطار حاسب حسابهم كي تمطر تلبسها وتخرج بها كيما نقولوا جوطابل تلبسها خطرة طايشة باش توصاشي ما تكلف والو شوف ما تكلف والو هذا منظر School of Computing من الخارج وهذا محطة الباص تاع الطلبة اللي هي الشاتل باص اللي هو فري مجانا مجانا حتى فقط حتى يعني انت اذا شفت هنا في الجامعة يعني كنت انت في الباص لما كنت في السيتي لما دخلت ما كان لا اسوار ولا ما مثل المدينة مثل تدخل في المدينة عادي. تدخل عادي كل الناس تركب في الباص كل الناس تجي تأكل كل الناس فيه هنا أنشطة رياضية فيه مثلا مسبح بالمناسبة هاي لك تاع هاي لك حافلة هذه هذه حافلة تاع الجامعة حافلة الجامعة خوتنا بالمناسبة هاي الحافلات تنقل الطلبة شوف شات الباص ها
للناس يحبوا يجي يقرا هنايا. كاين الناس يسقسوك على مواضيع اخرى، يقول لك واحد حبي عنده زعما حبي يخدم هنا مثال. احنا الموضوع هذا على الدراسه، هذا الموضوع. لكن ما يهمش خونا عبد الحق اذا واحد حب يجي هنا كيف يعني الامور، واحد يحب يبدا حياته هنا. هنا مصالح يعني بالنسبه للعمل، انت عارف انه سنغافوره صغيره، هما اللي يحتاجوا الانسان اللي يحتاجوه راح يتصلوا به، هذا اللي يتصلوا به بكل تاكيد لازم يكون يعني ما شاء الله ذا مستوى علمي كبير، ويكون عموما متخرج من الجامعات الكبرى، هذه الحاجه الاولى، او عنده خبره كبيره في الشغل، عنده خبره كبيره في الشغل. مثلا اللي يشتغلوا مثلا فيه جزائريين كانوا يشتغلوا في البتروليوم، كانوا في الجزائر صحراء الجزائر، ومن بعد راحوا للسعوديه، ومن بعد ولاو يشتغلوا هنا مع شركات المانيه ومع البريتش بتروليوم، لانهم هنا عندهم عمل صالح هنايا مصفات تاع تكرير البترول من اكبر فيه جزائريين ما شاء الله، ولكن هذوك عندهم كيما نقولوا اكسبيرينس كبيره كانوا، لانه بالنسبه للشغل عامل صالح كيما قلت لك انا لازم تكون عندك يا خبره كبيره يا يكون عندك كيما نقولوا سي في دور، والا صعب خاصه اذا كان عندك مثلا ديبلوم جزائري صعب لانه لا نقول صعب، لانه فيه ناس كثيره راهي تقدم، فاهم صالح، فيه ناس كثيره تقدم، من الدول الاخرى قصدك؟ من الدول الاخرى، وخاصه الناطقه بالانجليزيه، حتى الان الاوروبيين تعجبهم سنغافوره لانه يحبوا الوذر هذا، وتعرف الاوروبيين يحبوا يخرجوا يدوروا باسكو كلش رخيص وكلش قريب بالنسبه لهم، يروح الباطام كيما رحت الباطام ودرت لهم فيديو، يروح مثلا المالي، يروح تايلاند، يروح ماليزيا، يعني الجوهر ماليزيا. بالمناسبه انا لاحظت بزاف ناس من استراليا بحكم القرب، يعني عم صالح بحكم القرب، واستراليا يعني دوله يعني ما شاء الله من حيث يعني سواء الجامعات نتاعها ولا الانفراستراكشر اللي عندها، استراليا قاره عم صالح بكل تاكيد، الاستراليين هنا وكذلك متحدثين باللغه الانجليزيه ساعدهم بكل تاكيد، حتى من نيوزيلندا كثير كاينين هنا يعني. سما راك تحب خوتنا يقراو الانجليزيه، الانجليزيه ثم الانجليزيه، لانه ما يقدرش يقدم للجامعات هذو اذا ما كانش عنده التوفل ولا الايلتس. هذا يعني هذا حافز يعني الان ما شاء الله، يعني انا حسب خبرتي مثلا كاين عندنا اللي يعيطوا لها ليزي، ليكول سوبيريور دي لانفورماتيك في الجزائر، الطلبه نتاعها كلهم ما شاء الله في كل دول العالم، فيه مثلا في MIT الان، في ستانفورد، يعني الليفل نتاعها عالي كثير ما شاء الله، ما شاء الله، لانه اللي يدخلوها الباك 17-18، وهذو يتحدثوا اغلبيتهم الانجليزيه بطلاقه، يتحدثوا بطلاقه لانهم يعني الكمبيوتر ساينس هو لغه العالم كذلك، وباش تدخل في المجال هذا لازم تكون تعرف الانجليزيه، لغه التكنولوجيا. يعني انا نحيي اصدقائي من يعني من ليكول سوبيريور لانفورماتيك، عندي اصدقاء كثير، فيه ناس الان راهم يدرسوا في MIT، ناس راهم في ستانفورد، ناس في المانيا في ميونخ، نحييهم بالمناسبه، وان شاء الله اتمنى انهم كذلك هم يعملوا ما في فيديوهات للطلبه الجزائريين، لانه الطالب الجزائري في بعض الاحيان لما يشوف MIT الجامعه الاولى في العالم، الجامعه الامريكيه، يقول لك مستحيل اتقبل، كامبريدج كذلك يقول لك مستحيل تقبل فيها، لا تتقبل فيها عادي جدا، عادي. هذا الطلبة واش راهم يعملوا الان، او اللي راهم يشتغلوا ثم كاسيستنت بروفيسورز، راهم يعملوا يقولوا لهم او قدموا تاخذوا، ليش مثلا المصريين يقدموا كثير بقوه، المصريين في الجامعات ما تنساش بلي المصريين اللغه الثانيه الانجليزيه، هذه كذلك تلعب دور، وكذلك عندهم محتوى في اليوتيوب ممتاز، يعاونوا بعضهم صح، يوريو للناس كيفاش يديروا، عندهم محتوى في اليوتيوب ما شاء الله، نتمنى ان شاء الله احنا نبينوا لخوتنا ذلي، وعلاش لا؟ بكل تاكيد، وهذا هو يعني كيما نقول لك الاوبجيكتيف، الهدف تاعنا من سجل هذا الفيديوهات هي التوعيه، تثقيف الامور، مثال واحد عايش في بلاد ما عرفوش شنو صار هنا، صح، نقولوا له الاحداث خويا من الضفه الاخرى، عبد الحق احنا انت ما شاء الله ربي يقدرك ويوفقك، ما هي الاماني والطموحات اللي يتمناها سي عبد الحق؟ عمي صالح والله واش راح نقول لك، انا بيني بينك انا ذكرت واحد الفيديو عملوه مع بروفيسور مليكشي، يعني معروف بروفيسور مليكشي في الفضاء في امريكا، والله ناس كثير حبه بروفيسورات ما شاء الله، اور بروفيسور كامل تومي، لما تكون في الغرب
يعني يعطيو لك كل شيء، يعني يعطيو لك كل شيء، يعطيو لك كل شيء. تقدر تقول ما كاينش سقف للطموحات، ما كاينش سقف للطموحات، تبقى غتزيد، تبقى غتزيد في العلم نتاعك. حتى خاصه حنا في مجال البحث العلمي ما كاينش نقولوا هكذا قال ستيت باينه، تبقى غير تبحث، لانه قد ما تبحث قد ما تبحث ما زلت صغير. كاين اللي ما شاء الله وفق كل ذي علم عليم، فهمني يا عمي؟ قد ما تكون يعني كاين ناس افضل وافضل، وبكل تاكيد فضل الله سبحانه عز وجل. خويا بارك الله فيك، يعني والله فرحنا وفرحنا بك، لقيناك خويا بالحق. جزاك الله كل خير. اخذ كلمه للمشاهدين سواء في الداخل او في الخارج. الكلمه واش راح نقول لهم؟ اليد في اليد دائما، هذه عمي صراحه تختتم بها، يعني تخاووا تحبوا تحبوا، عاونوا بعضكم، ساعدوا بعضكم، واعتنيوا بالعلم، لانه سنغافوره ما طلعتش هكذاك، طلعت بالعلم والاخلاق. انما الامم الاخلاق ما بقيت، يعني الاخلاق خاصه، الاخلاق خاصه، الاخلاق. والرسول صلى الله عليه وسلم وصى بالاخلاق، وصى بالاخلاق، وصى بالاخلاق، ويحترموا بعضهم. انا نشوف الان مثلا المحتوى، تشوف مثلا في اليوتيوب كلام للاسف عمي صالح، انت تعطي لهم مثلا فائده، يدخل واحد يعمل لك يعني كومنتير، للاسف يا الله يا عمي صالح. واش عليه واحد يدير وجه ربي ما تخافش؟ لا هي الوجه ربي، ولكن عم صالح واش حاب نقول لك؟ ارتقوا ارتقوا، لا لازم لازم الارتقاء، لانه حاجه ما تجي من العدم، لازم تشتغل عليها تتعب. وتتعب عليها. والناس اللي ثاني نوصل واحد النقطه برك عمي صالح، الناس اللي راهي تشتغل سواء في سنغافوره ولا تدرس في سنغافوره، هي مش هكذاك يا عمي صالح، راهم تعبوا عليها سواء في الجزائر سواء هنا. حتى هنا كون ما تكونش يعني معاهم في نفس الليفل، البلد ما تحتاجكش، لازم 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 توصل، يعني لازم تدرس، المثابرة لازم تسهر، والعزيمة يعني والإرادة دائما، لازم تكسر كل هذو كل الأمورات باش توصل. مستحيل أنك مثلا قال جالس وتوصل، مستحيل. كما يقول لك لازم الواحد يشمر على يديه، من طلب العلا سهر الليالي، سهر الليالي. وكما قال هذه الوالد ربي يذكره بخير، انا ديما كي كنت في الجزائر قلت نحيوه الوالد ذاك، انا يشوف الفيديو هذا نحييه ونحيي، شوف 48 ولايه خاصه الناس البرج، انا كي نجمع نقول 48 ولايه، لا بكونك من البرج بعريش، من البرج بعريش، بويك راح يشوفك ان شاء الله. الوالد كمال ربي يحفظه ان شاء الله، يحفظك الوالد ان شاء الله. اللهم امين عمي صالح وكل امهات الامه العربيه والجزائريين والامه المسلمه. يعني والله يا عمي صالح دائما يقول لي اطلب العلم ولا في الصين، راني لحقنا الصين، قلت له انا فوت الصين، قال لي والله غير فوتها، جابت لحق تما 19 ساعه في الطياره، هي مساله. انت طبخت المقوله، هو بالمناسبه استاذ لغه عربيه، الله يبارك، ويحب اللغه العربيه، الله يبارك، الله يبارك، يعني ما شاء الله. لغة جميلة جدا اخي اللغة العربية، كذلك ما ننساوش اللغة العربية بالتأكيد، اللغة العربية رغم اننا نادروا الناس اللهجات كما نقولوا الامازيغية الشاوية الاخرى، اللغة العربية نعتز بها، واللهجة الامازيغية نعتز بها، نعتز بها كثير كثير كثير، خاصة لانها من تراثنا ومن عاداتنا وتقاليدنا ومن اصلنا اللغة الامازيغية واجدادنا، يعني اللغة الامازيغية يعني نفتخر بها، يعني كعرب او كامازيغ يا عم صالح، وكمسلمين وكمسلمين عامة. اللغات هذه شغلة كيما نقولوا، اللهجات هذه جمعنا كاع اخي، كل اللهجات عمي صالح، الشاوي الترقي، هذو حنا نجمعوهم تحت المظلة نتاع الامازيغية، لانه الترقي وش هذو كلهم نجمعوهم تحت مظلة الامازيغ. في الاخير كنا بشر، لازم نحترموا بعضنا، والا مستحيل نقدروا نتعيشوا. الشيء اللي نجحت فيه سنغافورة، عاود تخرجنا على الموضوع شوية، انهم تخلوا كاع على اللهجات الاخرى، اللغات اللي كيما الملاي وكيما المندارين كيما واسم هذيك الهنود عندهم واسم التاميليين السريلانكيين. يا عمي صالح، وحدوا لغه واحده، لا وحدوا اللغه، انت لازم لك الوحده، اليد في اليد باش تبني المجتمع. كون يبقوا متفرقين مستحيل يلحقوا، واش لحقوا كيما دوك متعايشين مع بعضهم مثل شخص واحد، دي نقولوا شخص واحد، يحترموا بعضهم، لازم الاحترام. اول يعني الرئيس نتاعهم جزاه الله يعني كل خير، اول حاجه رباهم عليا الاحترام والعمل، احترم غيرك، واش عمل لهم؟ لمهم في باتيمون واحده، في باتيمون واحده تلقى كل هذه الاعراق. اعتقد هذه جابهم لانه درس في كامبريدج، درس في كامبريدج، فجاب الطريقه هذه من بريطانيا،
نفس الشيء في بريطانيا. حتى الأول جينيريشن تاع القدام تاع سنغافورة عقلية بريطانية، حتى الإنجليزي نتاعهم مثل البريطانيين لأنهم عاشوا على البريطانيين. يا أخويا بارك الله فيك عبد الحق أخونا، خير كلمة لي أنا. جزاك الله كل خير وبارك الله فيك، وشرفنا هنا يعني بزيارتك في سنغافورة، وإن كانت يعني زيارة صغيرة ولكن فت المجتمع الجزائري كثير، ووريته يعني نقطة يعني ومثال يقتدى به في كل العالم. نتمنى 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 إن شاء الله يوم ما الجزائر نشوفوها هكذا أو أفضل إن شاء الله. والكلمة الثانية عم الصالة وش راح نقول لك، نحيي ثاني كل ناس الجزائر 48 من الولاية، نحيي كذلك ناس برج بارهريج وناس شعب تلفا و48 والناس الغربة كاني أرض الشتاتة أرض الشتاتة أرض الشتاتة بكل تأكيد، لأنهم هذو كما نقول كذلك يعتبرون العمود الفقري للجزائر، لأنهم خبراتهم إن شاء الله في الفيوتشر إن شاء الله يوليوا للجزائر ويفيدوا الجزائر، لأنهم هذوك صح عمود فقري، لأنهم راح يجيبوا الخبرات من كل دول العالم بإذن الله يطبقوها في الجزائر إذا توفرت الشروط. شروطك عارف عمي الصالح أخويا بارك الله فيك وشرف عظيم. جزاك الله. السلام عليكم عبد الحق خويا. السلام عليكم خويا. عليك السلام. تلا في روحك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.